عايز ايه يا مصطفى؟ خلصني ورايا 100 حاجه اعملها. انا شايف ان احنا نولع في الاوضه. نولع في الاوضه ازاي؟ زي الناس، هنجيب جاز ونولع فيها. تفتكر الاوضه هتسيبك تعمل كده؟ بتعمل اللي تعمله يا عم مينا. انا خلاص ما بقتش قادر استحمل. انا من ساعه ما جيت انا وانا سمعت كلامك وقلت لي ما حدش يتكلم عن الاوضه ولا يقرب منها، وانا عملت كده. بس شايف قدامي الاوضه بتاخد واحد ورا التاني ورا التالت، وانا واقف ما بعملش حاجه. انا كنت عايز ابعدكم عن الاوضه وعن اللي بيحصل فيها. يا عم مينا، ما احنا بعدنا الاوضه ما ثبتناش في حالنا، والست عبير هي في المستشفى ويعلم هتقوم منها ولا لا. لحد امتى هنفضل ساكتين؟ لحد ما الاوضه تاخد مين تاني؟ عم مينا أرجوك اسمعني، أنا طول عمري بسمع كلامك، كفاية قوي على الأوضة لحد كده. تعالى نولع فيها الليلة دي واللي يحصل يحصل. وأنا معاك يا مصطفى، مش هنستنى لحد ما الأوضة تاخد حد تاني. وأنا معاكم. وأنا